لسه بدري. هل ده نوع من انواع الثقه ولا انت بتطمن الجمهور ولا يعني بتخوف المنافس؟ لا والله ثقه في قدراتنا يا كابتن، ثقه في العيال اللي موجوده عندك واللي في الفرقه وشايف ادائهم الماتش اللي فات بسم الله ما شاء الله كان اداء رجولي جدا، لكن ما حالفناش الحظ والتحكيم كان شويه برضو ضدنا كالعاده الموسم ده. فدي ثقه في النادي الاهلي، ثقه في لعيبتي اللي ان شاء الله لسه الدوري فيه وعملناها كذا مره قبل كده. لو الناس تفتكر برضو كنا متاخرين كذا موسم في النقط، لكن في الاخر اللي بيحسم الدوري كنا احنا النادي الاهلي. فلسه الموضوع ده قائم يعني، وبالعكس الدور الثاني ان شاء الله شكل ثاني واداء ثاني للنادي الاهلي، والنتائج هتبقى ان شاء الله في صالحنا يعني ان شاء الله. بالنسبه بقى لقطة اللبس والناس لو في بالنسبه للراجل يمشي والكلام ده ده كلام غير صحيح بالمره يا كابتن شوبير. حضرتك لعبت في النادي الاهلي قبل كده وعارف يعني ايه اللعيبه في النادي الاهلي وتقاليد النادي وعاداته. ان احنا بنبقى مع اي مدرب بيجي لنا بنبقى سبورتيف ليه لغايه اخر يوم بيبقى فيه في النادي. ما فيش اي مشاكل، بالعكس الراجل راجل مجتهد جدا، مدرب محترم جدا على عكس اللي بيتقال في الاعلام. فكره متطور جدا يا كابتن شوبير، يعني انت لما تيجي تقيم مدرب شوف شكل فرقته في الملعب عامله ازاي، شوفهم بينفذوا ايه، ليه شكل ولا ليش شكل، الفرقه ليها شكل ولا لا. فده النادي الاهلي اختلف من الموسم اللي فات او اللي قبليه او اللي قبليه عن دلوقتي، يعني بتحس ان في حاجه بتتعمل في الملعب. بس الجمهور مش مبسوط، يعني انا بكلمك بلسان جماهير النادي الاهلي. ما انا بقول هي عشان النتائج. لكن لو الاداء ده والنتيجه ايجابيه لو فزنا او الكلام ده كله هيبقى الكلام. طيب دلوقتي وانت بتتكلم الناس بيقولوا لي طب امتى تتحسن النتائج؟ امتى تتحسن النتائج؟ ما الحكام تتحسن شويه يعني، في هو طب هو النادي الاهلي هيفضل كل مره يا كابتن حسام يتكلم الحكام وكل مره؟ وانت احترفت في انجلترا واحترفت في هولندا واحترفت في بلجيكا وعارف ان اخطاء الحكام وارده للجميع يعني. بس بالمنظر ده كابتن شوبير في موسم واحد ماتشات ورا بعض في هل يعقل ان في ماتش فيه ثلاث ضربات جزاء ما يحصلش منهم ولا واحد؟ اللي هو انهي ماتش؟ هل يعقل ان في ماتشات قبل كده تلاقي لك جوال صحيحه مليون في الميه؟ ما ينفعش لا. ممكن غلطه اثنين ثلاثه ماتشين ثلاثه. طب بعيدا عن التحكيم يعني، بعيدا عن التحكيم واخطائه في دور واحد.